السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدول الحد الأدنى للأجور ومواعيد صرف مرتبات نوفمبر لموظفي الحكومة، والرد على سؤال مهم جدا، هل تم تبكير موعد صرف المرتبات أم لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ كده، ما تنسوش صلوا على النبي وتشجعونا باللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023 للعاملين في الحكومة بالزيادة الجديدة المقررة من أكتوبر الماضي. هنستعرض من خلال الفيديو مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد اللي تم تطبيقه اعتبارا من مرتبات شهر أكتوبر. أعلنت وزارة المالية مسبقا جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وأيضا مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين. هيبدأ الصرف من وزارة المالية اعتبارا من يوم الخميس 23 نوفمبر، وقررت الوزارة صرف المتأخرات المستحقة للعاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر، وهيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وتهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة إن المرتبات هتكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد من قبل الجهات الإدارية. وبالنسبة لقرار زيادة المرتبات في الحكومة بداية من أكتوبر الماضي، بدأت الحكومة في تطبيق زيادة المرتبات لموظفي الحكومة اعتبارا من أكتوبر الماضي، وتم خلالها رفع الحد الأدنى للأجور. ويأتي جدول زيادة المرتبات الحالي المتضمن رفع الحد الأدنى للأجور واللي بدأ تطبيقه اعتبارا من أكتوبر. هتتم زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر للدرجة الوظيفية الممتازة 11,000، والدرجة الوظيفية العالية 9,000، والدرجة الوظيفية المدير العام 8,000، والدرجة الوظيفية الأولى 7,000، والدرجة الوظيفية الثانية 6,000، والدرجة الوظيفية الثالثة 5,500 جنيه، والدرجة الوظيفية الرابعة 5,000، والدرجة الوظيفية الخامسة 4,500، والدرجة الوظيفية السادسة 4,000. وبدأت وزارة المالية في صرف زيادة المرتبات الجديدة مع مرتبات شهر أكتوبر الماضي للعاملين بالدولة، واللي كان وجه الرئيس السيسي ووافق عليها مجلس النواب، وتمكنت بالفعل الجهات الإدارية من الصرف وفقا لهذا القرار، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة الجديدة اللي بتتمثل في 300 جنيه إضافة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال الإجراءات لصرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة. وأهابت كمان وزارة المالية بيان رسمي ليها لكل الجهات الإدارية الصرف الفوري للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة إن اعتمادات المالية لذلك متاحة. وكانت وزارة المالية ادت توجيهات للجهات الإدارية بصرف الزيادة الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارا من يوم الاثنين للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية. بالنسبة لجدول صرف مرتبات شركات البترول لشهر نوفمبر، هيكون الصرف بداية من 22 نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفق للجدول الصرف اللي حددته شركات البترول، الذي يختلف حسب اختلاف هيكل رأس المال سواء قطاع أعمال أو قطاع عام أو مشترك أو استثماري. هيبدأ الصرف يوم 22 نوفمبر للقطاع العام والاستثماري، والصرف المشترك يوم 24 نوفمبر. طبعا بتختلف شركات البترول حسب الهيكل الملكية، منها شركات القطاع العام زي شركة التعاون للبترول ومصر للبترول وشركة الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول. في كمان شركات المعروفة باسم القطاع المشترك، شركات القطاع الاستثماري. بالنسبة كمان لمواعيد صرف مرتبات نوفمبر للمعلمين والعاملين في وزارة التعليم، هيبدأ الصرف من يوم الخميس 23 نوفمبر أيضا من ماكينات الصرف الآلي طبقا لمنظومة الصرف الإلكتروني. وهتبدأ وزارة المالية الصرف المرتبات يوم 24 نوفمبر في الوزارات الشباب والرياضة والاستثمار والتعاون الدولي
والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والخارجية والتخطيط والتنمية المحلية والكهرباء والعدل والتعليم العالي. ديت كانت مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة. لو ليكوا أي سؤال اكتبوه في التعليقات، وما تنسوش اللايك الشير الاشتراك. أشوفكوا الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.